ومن غريبي ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية حقيقة كلما قرأتها وقفت عندها سبحان الله، أتأثر بها كثيرا. وهي عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آلهة المشركين فراغ عليهم ضربا باليمين، حطم أصنامهم صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس، جاءوا به صلى الله عليه وسلم، أنت فعلت هذا؟ قالوا فعله كبيرهم، سألوهم إن كانوا ينطقون. لا ينطقون، لا يسمعون، لا ينفعون، لا يضرون، لا يحمون أنفسهم. وهنا تأتي الآية، قالوا حرقوه وماذا؟ وانصروا آلهتكم. أنتم تنصرونه، أنتم اللي تعبدونه، مفروض هذه الآلهة هي تعبدكم، أنتم الذين تنصرون، أنتم صنعتم هذه الآلهة، أنتم تحمون هذه الآلهة، أنتم تطعمون هذه الآلهة، أنتم تدافعون عن هذه الآلهة، أنتم تنصرون هذه الآلهة، إذن يجب على هذه الآلهة أن تعبدكم أنتم، أنتم تعبدون من دونها، هذه تعبدكم أنتم، أنتم أنفع لها منها لكم. فهذا أمر غريب، ولذلك الله تبارك وتعالى هنا يعيب عليهم سفاهة عقولهم، فيقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.